سلام بنات الدراري، كيف داري؟ لاباس عليكم؟ ياك شي بخير. كنت كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم البنات غادي نشارك معكم كاب كيك مالح، كتجي البنات قطنيه وكيجي رائع، واحد المذاق فيها رائع بزاف بزاف. تابعوا معايا البنات الفيديو تاع الاخر، لا تنساو لي اللايك في هذا الفيديو. بسم الله، في الاناء غادي نحتاجو 3 ديال الحبات ديال البيض، وغادي نحتاجو معلقه ديال السنيده ما عمرش، وغادي نحتاجو شويه ديال الملحه، وغادي نحتاجو الضرب الكهربائي. غادي نطلع دابا البيض، غادي نحتاجو كاس مع عامرش ديال الزيت النباتيه، من بعد ملي ضفت كاس الربع ديال الزيت النباتيه غادي نخلط واحد دقيقه اولا جوج دقائق، ومن بعد غادي نضيفو جوج ديال القطع ديال الفرماج مثلث، وغادي نحتاجو الياغور طبيعي، من بعد غادي نخلط بالخلاط الكهربائي، غادي نخلطها واحد شويه تذوب ليا ديك القطع ديال الفرماج، ومن بعد غادي نضيف واحد معلقه ديال النشا، ومن بعد غادي نضيفو جوج كيسان ديال دقيق الفورص. المهم دابا انا غادي نديرها شويه بشويه حتى نكمل الكميه ديال الدقيق، وكاين دقيق اللي كيشرب وكاين دقيق اللي ما كيشرب، وغادي نخلطه بالفوي. من بعد ملي وقت ليا جوج كيسان ديال دقيق الفورص غادي نضيفو دابا جوج ديال الساشيات ديال الخميره الوزن 7 غرام، من بعد غادي نضيف واحد معلقه ديال الخل، من بعد غادي نحتاج هاد القوالب ديال الكاب كيك، كيجيو البنات هادو رائعين. وانا البنات غادي نعمر القوالب ديال الكاب كيك، غادي ندير واحد جوج معالق ولا جوج معالق ونص، من بعد ملي عمرت القوالب ديال الكاب كيك غادي ناخذ دابا واحد نص حبه ديال البصله مشحره وشويه ديال الزيت، ونص حبه ديال الفلفله الحمراء مشحره حتى هي شويه ديال الزيت ومتبله بشويه ديال الملح والبزار. وفي الاول غادي ندير شويه ديال البصله مشحره، وكيجيو البنات هاد الكاب كيك كيجيو رائعين وكيجيو مالحين، وكتجي هادي البنات الوجبه ديال الكوتي اولا الوجبه ديال العشاء، كتجي البنات رائعه ودغيا كتحضر. من بعد غادي ندير شويه ديال الفلفله حتى نكمل الكميه ديال الفلفله، وغادي ندير شويه ديال الزيتون الخضر وشويه ديال الزيتون الكحل ومقطعين على شكل ترونش، ونتلاقاو ان شاء الله. وانا البنات من بعد ملي كملت الكميه ديال الكاب كيك دابا البنات غادي ندخلهم دابا الفران، غادي نشعلهم من التحت يطلعوا لي وتحمر، ومن بعد غادي نشعلهم من الفوق بحال الشكل ديال الكيكه، ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. وانا البنات من بعد ملي خرجتهم دابا من الفران وخليتهم تبردوا لي واحد شويه، من بعد غادي نزينهم بشويه ديال الفرماج الاحمر، وغادي نزينهم بشويه ديال مالتيشا سوريز، ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الكاب كيك ديال اليوم، كنتمنى تجربوا مع افراد الاسره ديالكم. من بعد ملي زينتو بشويه ديال الفرماج الاحمر وزينتو شويه ديال ماتيشي سوريز وشويه ديال المعدنوس يابس
وكيجي البنات رائع رائع بزاف، وكيجي خفيف وكيجي لذيذ. كنتمنى تجربوا مع افراد دي اسره ديالكم. كنشكركم سواء البنات سواء اي كاين في قناتي، كنشكركم بحالكم ونتراتلو على اللايكات زوين كتخليو ليا. كنشكركم بزاف بزاف ان شاء الله حتى فيديو اخر تلو فيديوهاتكم. يلا بالسلامه عليكم.